تشربت عليك الاول. لا باس ما شاء الله. وين كانت اصابتك بالضبط؟ الاصابه كانت في شارع نتاع المديريه. المديريه سيارتك انت مدنيه ولا؟ سياره مدنيه ركبين فيها ثلاثه انفار. ركبين سياره مدنيه مغوليه وهلبين. جاتنا رمايه من بين المؤتمر سابقا والعياده الجديده. هل انت يعني هل كانت في اي حاجه منك انت باش تصير عليك رمايه ولا ما فيش رمايه؟ حتى سلاح ما معنا نحن. رمايه عشوائيه خالص. رمايه جاتنا من جوا من الشارع ترمي فينا رمي قتل، مش رمي تخويف ولا رمي بسيط هكي باش واحد يني، رمي صلي من جوا. ناس ترمي عشوائي صلي فينا. سياره تفرت نحن انضربنا وكله صار فينا. حسب ما بلغونا ان اداره درع ليبيا هي اللي صار الحدث قدامها، ما اللي اسعفك انت؟ درع ليبيا اسعفت. هي اللي جابتنا المستشفى وبارك الله فيهم. بالنسبه للجيش الوطني ما فيش جيش وطني، بالنسبه للحكومه ما فيش حكومه، بالنسبه للكفره اللي ناسينها ماهيش منطقه من ليبيا بالكل منسيه ما عادينش عليها، حكومه بذات نحسه ممكن. لا انت شن حالتك شن تحسه؟ والله انا حالتي تعبانه ويدي مكسوره ومضروب عندي ضربه في الدنيا انا وضربي في يدي الثانيه، يدي كل مضربات ضربه وتشوف فيها وقاعد قدامك كلها ضربه، وهذه ضربه في الدنيا وضربه في تحت انا وضربه الاخرى قالها وامن. ما فيش امن وين؟ يقول لك امن غادي يتكلموا في الم... في ال... في ال... في, ال... في التلفزيون يقول لك البلاد امنه والبلاد في استدامه فيها امن ومستدبه البلاد فيها في استدامه. ما فيش امن، ما فيش دوله، ما فيش حكومه، ما فيش يعني هذي ما ينفعش معاهم. هدنا جهدنا دروا معاهم ما ينفعش. الهدنا يستغلوا فيها في الفرصه، هم الهدنا يستغلوا فرصه يقدروا يرموا. هاي الهدنة راه عندهم مش من الناس اللي تعرفوا تمسكوا هدنة ولا يمسكوني. بارك الله فيك. الله يسعدك. الله يسعدك. حياك الله. حياك الله. المفروض ان كانت في هدنة، ان حصل ما سمعنا ان امس هدنة بينكم الميليشيات اللي تضرب في قوات درع ليبيا، شنو الرد؟ نحن امس الجماعة اجتمعنا مع قالهم ومع مشايخهم ومع من يقولوا انهم هم القيادات في قبيلة تبو ولا اعيان تبو. اجتمعنا معاهم وقالوا اعطونا هدنة 48 ساعة بعد ان احنا نتفاهموا مع بعضنا، والناس اللي يديروا في المشاكل والناس اللي يرموا في درع ليبيا واللي يرموا في المواطنين هذوما تندروا المحل، نحن نتفاهموا مع بعضنا. هذا الكلام اللي قالوا لنا، قالوا اعطونا 48 ساعة. وقفنا عليهم من امس الهدنه بدات من امس في العصر بعد صلاه العصر بدينا معاهم هدنه. امس في الليل اخترقوا الهدنه ورموا فينا نحن قوات درع ليبيا. ولما كلمناهم قالوا هذوم ناس تصرف فردي مش محسوبين علينا، وهذوم عيال سكارى وتنعدين مسكوه. ورموا فينا اليوم في الفجر اخرى وردينا عليهم وكلمناهم وقلنا لهم صاروا ولو رنا رمينا حنرموا بسلاح ثقيله، حنرموا بدبابات ولا 23 ولا سلاح ثقيل. امس كون قالوا هذوما تصرف فردي اخر وهذوما ممكن سكاره، مانيش عارف يقوم لتسكر الفجر ايش قصته. واليوم وتو في اللحظه هذه اليوم 22 والله كم اليوم؟ اليوم 22 4 يوم لحد اضربوا اخونا هذا ثلاث انفار في سياره مدنيه خاصه، حتى سلاح ما عندهم سلاح ونحن اللي سعفناه. قوات درع ليبيا نحن اللي خشينا عليهم وطلعناه وسعفناه وجبنا المستشفى. رمايه جاتها من عند مديريه الامن بتاع الكفر. هم اثنين وقاعدين مصابين، هذا واحد والاخر مصاب في الدار الاخر وقاعدين مصابين. في شارع السوق، في شارع السوق. وفي شارع السوق صارت رمايه، وفي شارع المديريه صارت رمايه، وعند في الزاويه صارت رمايه. وهدنا نحن معاهم عاطينهم هدنا، عند تو رميتهم اللي رموا في المواطنين هذوما. ورموا فينا نحن ما زلنا صابرين وما زلنا عاطين الهدنا. لو وقفوهم عقالهم وقفوا، لو ما وقفوهمش عقالهم والله اعذر من انظر، والله العظيم كل واحد يقف بجريرة اعماله ان شاء الله. ونحن والله الذي لا اله غيره، والله الذي لا اله غيره مستعدين نمسحوها مسح الكفر والسلاح اللي عندنا. والله قولت نبي الله سليمان سنتين بجنود لا قبل لهم بها، لكن اللي منعتنا والله حرمه دماء المسلمين فقط. يلتزموا بالهدنه نحن معاهم، ويديروا حل ويكفوا المسلمين القتال ويحفظوا الهدنه نحن معاهم. يبي ما زال يدور لنا برامج بيخرق الهدنه، نعطوهم يومين 48 ساعه ممر امن يطلعوا. كان في عائلات وكان في اطفال ما يقدرناش الا العسكري، وبعدين انت قايس هنا بالحديبه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اليوم الهدنه بدات من امس من العصر، تو هم اللي خرقوا الهدنه وهم اللي ضربوا. معنا اي تصرف نديروه نحن اللي قاعدين على المكيفات بارقه والناس قدام هذوما ما يندروش على شيء، يقولوا ان نحن درع ليبيا، نحن اللي ضربنا، نحن اللي ضربنا. قالوا عطوهم هدنا، عطينا هدنا 48 ساعة. الهدنا ما زال ما كملت تضربوا. اليوم أول يوم في الهدنا، ما زال بكرة. ضربوا كنت ضربوا. آخر شيء نصور منه. نبوك تحكي للإعلام شن صار. أوكي، ومن اللي ضربك ووين انضربت وتاريخ اليوم. تاريخ اليوم متذكر ولا لا؟ يس. لحد 22 أحد. تفضل هذا الإعلام معك. زكي يا جماعة بالله. ليه شباب لحظة بس. السلام عليكم. مرحبا. شلون لاباس عليك؟ الله يوريك بس. وين كانت اصابتك؟ وين جت اصابتك؟
اصابتي في الموقع الاصابه ولا الموقع الاصابه الشارع نتاع مديريه لمن و ولا المؤتمر سابقا. هل النايب انتم كان سياره مسلحه ولا مدنيه؟ لا سياره مدنيه ماشي شر الحوش. انا اصلا معي حسن ومعي ناصر. لما وصلنا بجانب الني بدات فينا الرمايه. الرمايه طبعا من مجموعاتها اللي كانت تبوت جديدين اللي كانوا موجودين في المديريه وفي المبنى اللي عليها. فربك سبحانه وتعالى زرينا على السياره. المهم منين وصلنا الموقع العسكري درع ليبيا. جماعه درع ليبيا. هل انت هل درع ليبيا يعني حتى من قبل الاحداث هل مقصر مع الكفر في حاجه؟ مستحيل الكلام هذا. قاموا باكثر من باكثر من مطلوب منهم. نحن حتى بالك نحن اللي مقصرين في حقهم. سافوكم مريوم. بارك الله. هل في تواجد للجيش الوطني؟ هذا تواجد نعرفه نحن درع ليبيا كانوا يتبع الجيش الوطني. معنى هذا الجيش الوطني كان يتبع الجيش الوطني. هذا درع ليبيا موجود من بداية الأحداث. قل لي صراحة سكر النقاط وهو تم الفاصل فيما يخص الهدنة اللي توا قائمة وما فيش هدنة. هي اختراقات حصلت كم اختراق ولكن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله حق الحق يبطل بارد إن شاء الله. بس عليك الله يوريك بس.